السؤال الثاني، كيف ستحسم مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء؟ هل راح تحسم بهدف أو بهدفين، ولا راح تكون فيها نتيجة كبيرة، ولا راح تحسم بركلات الترجيح؟ كابتن حمد، والله سؤال صعب. لغم ها؟ سؤال صعب صراحة، سؤال يبغاله على قولهم تمعهم بس. انت وننتظر مشاركات جمهورنا، الله يحييكم في نقطة يعني نظام. عطونا رأيكم في الترشيحات، من ترشحون للنهائي وتوقعاتكم للنتيجة؟ هو نهائي، والفيحاء بالصبغة الدفاعية والتنظيم الدفاعي الممتاز وحارسهم الممتاز، اعتقد صح في فوارق فنيه كبيره وتميل بشكل كبير لصالح الهلال، ما في شك في ذلك، والخبره كذلك، لكن يعني اتوقع ما حتكون كثير فرق هدف او هدفين، ما حتكون نتيجه كبيره. صح شفنا نهائيات نتائج كبيره، لكن لا هدفين اذا بعد الفارق يعني. خالد السعود، اعتقد فرق هدف. فارق هدف، فرق. ليه حدسك رايح لهالرقم؟ والله احاول اني اكون حساس في يعني، او اتخيل اجواء المباراه وكيف بتكون. من الممكن انها تكون 2-1 للهلال، اعتقد انه الفيحاء ممكن يسجل، فريق منظم دفاعيا، ولكن الهلال انا اعتقد الفيحاء سيعاني كثير، لانه من الصعب جدا انك تلعب مع فريق مثل الهلال متكتل لفتره طويله. الهلال عنده خيارات كثيره حقيقه، وفرص التسجيل باشكال والوان، اتكلم يعني سواء بالعمق او بتسديد، الهلال خياراته مفتوحة كثير. الفيحة بيتعب كثير وبيعاني، ولكن في النهاية نتمنى التوفيق لفريقين. طارق، أذهب إلى هدفين، وأن كان الهدف الأول بيتأخر بكل تأكيد، بيتأخر إلى ما بعد إلى فوق الدقيقة 90 أو 70، أعتقد أنه بيجي الهدف الأول للهلال، وأن حصل للفيحة وخالف كل التوقعات، ولكن حيكون هدفين بكل تأكيد. اي فريق لو سجل الهلال الهدف الاول حياتي الهدف الثاني مباشره، واعتقد المباراه حتكون 2-0 للهلال. عبد الله فلات، في ظل التنظيم الدفاعي لفريق الفيحاء وقوه الهلال الهجوميه الضاربه، انا اتوقع فارق هدفين، بس لو الهلال سجل مبكر والفيحاء بادر بهجوم وفتح الملعب، هنا حتكون مباراه مختلفه تماما الصراحه.